إنجازات، وين ما رحت بلبنان بتشوف إنجاز أو أثر لإنجاز بيدل على العهد القوي، العهد اللي استورد طوابير البنزين من سوريا ومشكلة الكهرباء بالعراق. حتى الفوط النسائية، عشرات التقارير أكدت أنه صارت غير متاحة لآلاف النساء بلبنان مؤخراً. وهذا يمكن آخر إنجاز، بسبب ارتفاع الدولار صار كل شيء ينباع بالمفرق، يعني حتى مفرق المفرق. علبة جبنة الكيري صارت تنباع بالحبة بلبنان، والحبة مثل ما شايفين حق 3000 ليرة. مواطن لبناني بقي عنده حبة كيري وحدة وما حب ياكلها ويخلصها من دون مراسم توديع، فصور فيديو يمكن للذكرى، خلونا نشوفه. وبي معنا حبة جبنة كيري ما بغيرها، إلا من حنطها مش رح نستفيد منها، إلا منخليها بالبراد ذكرى كمان رح تخلص مدتها وما رح نستفيد منها، فقلنا أحسن شيء نعمل عليها فيديو مشان ما تروح دعان. يعني شو بدي إلكن، آخر حبة ومنا نحط فوقها كمان شغلات كتيرة لحتى شو، لحتى تبين يعني. فيعني راحت الحبة ولا حنطناها ولا خليناها بالبراد، شو بدنا نسوي؟ نجيب لنا كم حبة خيار. راحت معس، راحت معس حبة الكيري ومع كبة حبة خس لحتى شو يمشي حالها، لأن هي آخر حبة. بعدين منلفها هيك ومنقلها وداعا. هالموضوع صار متداول على المنصات بلبنان والعالم العربي، ومن الردود عبير اللي كتبت وقالت وقفت على حبة الجبنة، كل شي عنا بلبنان أسعاره طارت وحلقت، لا بنزين ولا مازوت ولا كهرباء ولا دواء ولا حليب، والآتي أعظم، الله ينتقم من هالسلطة الفاسدة. أما سيف فكتب هذا اللي بيمشي ورا طهران بيفلس وبيخسر مستقبله، شو عبالهم لعد، هي سهلة. تعليق آخر بيقول بسوريا زيت الزيتون بينباع بالظرف وزن 20 جرام، كان السوري بيشتري تنكة زيت وزنها 16 كيلوغرام، ما برضى يشتري عبوة أو 1 لتر. تعليق آخر بيقول قريبا هكذا يصبح العراق بظل العمامة السوداء والبيضاء حتى يصبحنا كلاهما حمراء، إذ لم نغير في الوضع من سيء لأسوأ بعد العشرة الأولى، يجب أن نغير. تعليق آخر بيقول هذا سببه وجود ميليشيات أقوى من الدولة تمتص مواردها. أما رهف كتبت دلالة على الفساد اللي بيصير بالشرق الأوسط والناس شوي وبتصير بتشتري المي باللتر. تعليق من كريستا بيقول مهم المقاومة تضل بخير ونحرر القدس وفلسطين والكرة الأرضية، شو فهمكن أنتوا بالعزة والكرامة تبع محور الجوع والنفاق؟